خالتي نقول لكم مرحبا بكم. انا عيطولي عمر، كاين لي عيطولي بالمرطب تيربو قاعد تغب بسرعه. حليت لهنا. كيما نقولوا حنا اكلات شوارع، بيع البوراك، حي الزماله، عندي زوج وليدات، متزوج. درت واحد المشروع، ما كتبش ربي، لقيت المشروع هذا فيه تسمى لازم تكون تخاف ربي بعد، موش لقيت روحي تسمى ضر ناس ومنها امورا. واللي درت هذه المشروع تاع البوراك هذا لقيته تسمى ناشق وسمى شتيه مهنه، كملت هاني معاه، لقيت روحي بيا معاه هاني استرزق. خويا رانا عند عمر تيربو صاحبي، احلى بوراك، روح عندك تاكل ما عندكش كيف كيف. بابا تزور بوراك بني خويا، ما كانش اللي يجي هنا وما يرجعش، اللي يجي يرجع. خويا عمر تيربو لهنا نقول لهم تيربو برك، احلى بوراك. الوصفه تاعو كيف لمسات خويا، هو يقول لمسه سحريه. راه نبالو واش ديرنا خويا، لمسه سحريه خويا. هو يعرف يجيو منا لك. يجيو جماعه منه، من مام ثاني لي زارتيست ديما يجيو هنا. تسمى يجيو عندي انا ديما يجيو لهنا، يجيو عند تيربو يشتيوه بعد هكا. مام هو مع بوبيلار كيما نقولوا هكا، يقصر يضحك فور. عندي دوكا واحد 12 سنة، وفي ليزالي واحد 10 سنين هكذاك حوالي. كاين اللي خدمتي شهورة تاع رمضان، وكاين شهورة ما خدمتهمش، فهمني. أيامات شهورة كيما نقولوا رمضان خدمته، بس في الفطار ما خدمتش. من بعد وليت نخدم ديراكت على هنايا، راني في حي الزمالة. يجيوك جماعة حي الزمالة معروف، حي قديم، يجيوني من كل بلاصة. كاين ولايات كبار كيما الصحراء، بشار، المغير، وهران، جماعة تيار، لاخو سميع، البيض، الندية، أضرار. وهنا في باتنا هنايا يجيو من تزول، واد الماء، يجيو من هنا المعذر. بكري هو يخدم هكا، ايوا بوراك، حتى نسموه بوراكا. عمر بوراكا تجي ديما هنا. ديما يمشاري مش بعيد عليا. وكيفاش تشوف في الوصفه تاعو اخويا؟ نظيفه ومليحه والله، ورخيصه ثانيه، هاي المشكل، قاعده صحيحه، رخيصه ومليحه. هكا الناس يحبوا. وعلى بالك بيه اللي نظيف. نظيف اخويا والله، ربي يبارك. تدي كون غمض عينيك ما تخافش. احنا الوصفه نديرو فيها الخطفه لازم تكون تاع دقيق باش تجي تقرمش، نديرو شويه فرماش، نديرو شويه هريسه، وندير اللمسه تاعي هذه، هي اللمسه الخطيره هذه. باك على واش تداوي الخطفه، كي تاكل الخطفه تجي تقرمش، تجي بنينه. نديرو البطاطا، نديرو هكذا البطاطا. جماعة عنابة تحية عليهم، وعمار وليكيب ما شاء الله. كاين جماعة اللي يديروا البطاطا يلبزوها، أنا ما نلبزهاش، أنا ندير هك، أنا ندير هك على واه. من بعد كي دير لها هكا، كي دير دواوات الحوايج هذوك يدخلوا الحوايج، يجي يهبطوا. لا كان درت الطون ولا الفرماج يذوب، يجي كي تاكل بوراك تاكلو يسيح. نديروا البصلة، نديروا شويه بصله، نديروا معدنوس، نديروا الزيتون، نديروا الفرامج، نديروا شويه باطي، نديروا الطون، ونديروا فيه العظمه، ونديروا له كمون، ونقفل العظمه على البوراكه ونحطها في المقله، ونديروا بوراك في متناول الجميع من 10,000 حتى 30,000، ونخدموا حسب واش الطلبيه. الكارتي مارف ناكل هنا عنده، سما عندي بزاف انا ناكل عنده بوراك ربي يبارك. ايوا واش نقول لكم، ارواحو عنده يتهلا فيكم. شغل بوتيكا صغيره وعنده ماكله في المتناول الجميع، مصدر رزق ليه صافي، عنده قدان امور فيها، عنده ماكله الله يبارك. وكيف تشوفوا في الاسعار؟ اسعار في المتناول الجميع، اي عبد يقدر ويخدم، اللي عنده ياكل، اللي ما عندوش ياكل عادي.
لا ما تنظفش غير قفل ما تخدمش والله المنيل بك ماكله لاباس تاعها هي نظافه ما كانش نظافه ما درت والو سيرتو انا مركز بزاف على النظافه خويا الكليون يرتاح كلا من قبل ومنه ويعاود جا تاكلوا جماعه ما يلبزوا برك اخويا مي فيريفيو العظمه لا فرماج لا طون يا والو بيه ربح سريع خلاص يا وليدي احنا ما بغيناش الصوارد بغينا نخدموا حاجه نظيفه يجيونا الناس باش يروح من كل بلاصه يروح الكليون ويولي انا عند عمر تيربو يبيع افضل بورك في العالم لمسات منا ملهيه انسان ربي يبارك خلوق منا ملهيه خدام ربي يكملو ها ما نقولو وما في تاكل ما في ناكل ايه تعجبني ايه واش تشتي ها واش تشتي تاكل وكل بنان المشروع تاعي بغيت ندير صالة برك فيها ربع طوابل وموطو برك راح ندير فيها زوالي نقل سريع هذا ما كان قراطوية نقل قراطوي هذا ما كان هذا هو الرزق توصيل مجاني توصيل مجاني تربح فيه الأمان وش يلزم باش يكون شي هذا إن شاء الله وش يكون لازم الدعم لازم تخدم ما كانش كلش غالي ما بكري كنا تقدر تخبي دوكا ما تخبيش دوك يا ربي تاكلو وتعشي عائلتك وتصرف على الدار ومورات ايه بكري الواحد يقدر وهذا هو المصدر الرزق الاول هذا هو المصدر تاعي يا اخوان ما عندي ما عندي والو عندي ربي والمصدر هذا ما يسترزق به خلاص نفس مؤمنه يجي تقضي عليا تاكل عجبها البراك وهم ياكلوا معها اللمسه السحريه ديزاد نيوز ان يصلك الخبر بالصوت والصوره